أخبار اليوم. أنا بقول للملك في بلده، ومش عايز أقول بلده التاني، لا هي الأول والتاني، ومصر السعودية واحد واثنين، هما يعني البلدين واحد. العلاقة اللي بين مصر والسعودية علاقة أزلية، هما فعلا زي ما قلت لك جناحي الأمة العربية والإسلامية. الملك سلمان بحكمته، الرئيس السيسي برضو بحكمته، أعتقد إن هما هيقدروا يعبروا بالمنطقة لصالح المنطقة، لأنه الموضوع مش صالح البلدين، لأن المنطقة ما بيحصل فيها مشاكل كل المنطقة بتتأثر. فأعتقد إنه الوضع السياسي والاقتصادي دور السعودية ومصر إن هم يفكروا إزاي المنطقة كلها إن شاء الله تعيش في انتعاش. اللقاء النهاردة اللي بتنظمه وزارة التجارة والصناعة المصرية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة السعودية، ده طبعا لقاء مهم جدا للتقارب بين رجال الأعمال في البلدين، لأن لازم نعرف إن مصر والسعودية هم ركيزة للمنطقة، ولازم نعرف أنه مهم جداً أن المستثمر السعودي يشعر بالأمان في بلده التاني مصر. فكل الرعاية الكاملة للمستثمر من حماية أمواله، من تحويل أمواله مرة تانية أرباحه، أعتقد أنه المناخ الاستثماري المصري الحالي مفتوح، وأعتقد أن ما فيش مناخ في العالم يضاهي الوضع الاقتصادي المصري الحالي، اللي هو في مرحلة اللي يدخل كمستثمر أعتقد أنه العائد بتاعه هيبقى مفيش موجود في العالم عائد زي اللي هيحصل في الوضع الحالي المصري. وأعتقد أنه ده التوجه اللي الملك إن شاء الله في الزيارة بتاعته هيكون الرسالة، أنه مصر دي بالنسبة لهم يعني ركيزة، والمصر القوية هي قوة للمنطقة، والسعودية ومصر هما جناحي الأمة الإسلامية. حجم الاستثمار السعودي في مصر بيعادل ما يزيد عن 27 مليار دولار. طبعا الرقم، أنا بقول رقم مش كتير، مش كبير بالنسبة للاستثمارات الخليجية في العالم. أنا بقول مصر محتاجة قد الرقم ده 10 أضعاف أو 20 ضعف. رقم مش كبير، يعني 27 مليار دولار استثمارات، أعتقد أنه أي مستثمر في مصر أكيد في عائد حصل، لأن مصر مناخ بتخاطب 90 مليون غير المقيمين، دولة محورية، دولة لها تاريخها، دولة قوية تعرضت لعدة أزمات، ولكن مصر قوية. يعني مصر من الدول العافية ذو التاريخ اللي خليها أي عاصفة بتعدي، فنقول إن هي بتعدي، وإن شاء الله مصر هتتعافى وهتبقى مصر إن شاء الله القوية. السائح السعودي إحنا بنقول فيه 400 ألف سائح سعودي بيجوا مصر على مدار السنة، إنما ده رقم برضو قليل جدا، قليل جدا، لأن إحنا بنخاطب دولة في بيننا وبينهم علاقات قوية جدا، قرب المسافة ساعتين طيران، في وسيلة بحري وفي بري، وفي يعني تقارب جامد جدا بيننا وبين السعودية تحديدا. فأقصد إن 400 ألف دي عدد قليل. إحنا اللي بيطلع من مصر حوالي 1,200,000 معتمر، غير الحج حوالي 100,000 بيطلعوا. إنما أنا مش بتكلم عن حجم لأن دي شعيرة، إنما هنا بيجي يتفسح في مصر، إنما اللي بيطلع السعودية ده راح يتعبد، يعني مش راح يتفسح. إحنا بتعتبر الدولة رقم واحد في الأعداد، أسعار مناسبة، إنما الريال طبعا مربوط بالدولار، فكل ما يرتفع الدولار الريال بيرتفع. فطبعا الوضع طبعا، لا السنة دي العمرة أعلى، عمرة عاملة يعني بتبدأ من 4 وشوية حتى أكتر من كده.